مين معانا مراسل؟ كريم أحمد. كريم أحمد معانا طبعا، هو حضر كريم حضر النهارده التمرين الصباحي للنادي الأهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك كل الزمالك العزيز. أهلا أهلا بيك، أهلا بيك. كلمنا كده، يعني كان في إصرار طبعا إنه ما يبقاش في راحة بعد ماتش أمبي بتاع امبارح، وكان في إصرار من ريني فايلر إن هو النهارده الصبح يكون في تمرينة للفريق. كلمنا كده على أهم أو الخطوط العريضة في تمرينة النهارده. بالتاكيد طبعا، يعني نظرا ان الوقت خلاص، يعني كل المباريات كلها في تلاحم كبير جدا، مباريات يعني يوم 14 17 22 مباراه الزمالك، فاكيد طبعا الفتره صعبه جدا ودقيقه على فريق النادي الاهلي. فبالتاكيد كان قرار مهم من مستر ريني فالر انه ما يكونش فيه راحه، لكن على قد ما كانش فيه راحه الا كان التدريب النهارده جزء كبير جدا منه ريكفري طبعا لكل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس، والمجموعه طبعا اللي ما شاركتش كانت جرعه تدريبيه قويه جدا، يعني كان فيها بعض التدريبات الكره واختتامها مستر ريني فايلر كالعاده بتقسيمه قويه جدا. أيوة. في منتصف الملعب اوقف المران اكثر من مره، شرح بعض السلبيات والايجابيات اللي ظهرت فيها الماتش الماضي، بعض الماتش الامس عفوا، بعض تمركزات المدافعين والمهاجمين كانت كلها امور نظريه طبعا، لكن كل اللعيبه الحمد لله يعني طمنا عليها، كنا بنتمنى ونأكد كل مره ان في اي اصابات اي اجراءات بعد كل مباراه طمنا الحمد لله كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه طلعت سليمه من اي حاجه، والنهارده كمان طبيب النادي الاهلي طمنا على حاله كسب الاحتمال تؤكد خلاص، يعني حتى نقدر نقول في مرحله اخيره، يعني الناس قالت هياخد اسبوعين او اكثر من اسبوعين، لكن الناس خلاص دخلت في المرحله الاخيره لجري حوالين الملعب وبعض الجلسات، امور كثيره جدا ان شاء الله، واحد من الركائز الاساسيه سواء النادي الاهلي او منتخب مصر محتاجين كل اللعيبه الفتره اللي جايه، يعني رغم الغيابات الكبيره جدا الفتره اللي فاتت اللي دخلنا بيها المباراه، لكن الحمد لله شفنا النادي الاهلي ما يتاثرش باي غيابات، كل اللعيبه عارفه قيمه سير النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، كان واضح امبارح ان في رغبه كبيره جدا اللعيبه ان المباراه لابد ان يكون في ثلاث نقاط، ان الانطلاقه تكون مهمه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، فورمه المباراه هتيجي، لكن الثقه والحماس والكفايه الكبيره جدا اللي شفناها مع لعيبه النادي الاهلي امس تدينا ثقه ان شاء الله. طيب كريم، كريم اسمح لي بس سريعا اعرف منك، ياسر النهارده كان في تمرين خفيف في ملعب التتش ياسر ابراهيم؟ بالتاكيد يعني اقدر اقول لك يوميا ياسر بيأدي برنامج تأهيل الموضوع سواء في الجيم او بعد طبعا على الطعام في الوالد خلاص، اقدر اقول لك المرحله الاخيره ان هو قدر ان هو يجري النهارده مع طبعا طارق عبد العزيز في التأهيل، التأهيل المرحله زي ما بقول لك اخيره ومرحله مهمه للتأهيل، ياسر لكن هو عنده استعداد كبير جدا وعنده حماس ان هو يرجع من جديد، اتاكدنا وقلنا احمد الشيخ كان متواجد في قائمه الامس وعنده 10% الم، ايمن اشرف كان عنده كدمه وكان عنده 10% الم، لكن زي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي عارفه القيمه وعارفه الاهميه وعارفه ان المرحله اللي جايه محتاجه تكاتف ومحتاجه انقاذات كبير جدا، وده اللي بنراهن عليه اكيد مع كل لعيبه النادي الاهلي. بشكرك بشكرك يا كريم، زميلي كريم احمد كل الشكر ليك. دي كانت تغطيه سريعه لاهم اخبار تمرين نادي الاهلي النهارده الصبح. حياة